الأهمية ديال هذه المناسبة اليوم هو في حضور جلالة الملك لإلقاء الخطاب السامي ديالو بحضور كافة أعضاء مجلسين البرلمان. طبعاً الحال انشغالات المغاربة كثيرة، ولكن صاحب الجلالة حفظه الله ركز على جوج المواضيع اللي عندهم أهمية قصوى. الموضوع اللي هو طبعاً إشكالية الماء، بحيث صاحب الجلالة ذكر بما تم إنجازه خلال السنوات الأخيرة من إنجاز السدود وإنجاز دراسات تتعلق بالمشاريع ديال تحلية المياه، ودعا صاحب الجلالة باش أنه تستكمل المفيد ديال ما تم برمجته وإقرار مخطط وطني والتجديد ديالو. طبعا الموضوع الثاني لا يقل أهمية هو الموضوع ديال الاستثمار. المناسبة طبعا هو أنه من بعد التداعيات ديال كوفيد ونتيجة التأثير ديال الحرب روسيا نتيجة عدد من الأزمات التي ستلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني، لابد المدخل هو توفير الشروط الكاملة باش الاستثمار في بلادنا ينتعش، سيما أنه مؤهل بلادنا من حيث الموقع ديالها، من حيث يد العاملة المؤهلة، من حيث الاستقرار السياسي ديالو، من حيث واحد العدد ديال الشروط. ولكن تكملة واستثمار هذه الشروط طبيعة الحال بحكم أنه اليوم معروض على أنظار البرلمان المشروع القانوني يتعلق بميثاق الاستثمار، كيخص أيضا الأدوات التنفيذية. صاحب الجلالة ركز على الأدوار ديال المراكز ديال الاستثمار، وهي مناسبة كندعيو فيها الحكومة باش تكون في مستوى اللحظة يعني تركز على ضرورة توفير كافة الضمانات باش هاد التعليمات الملكية السامية تلقى السبيل ديالها الى التنفيذ. الخطاب ديال جلالة الملك اليوم بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية اللي تضمن جوج محاور أساسية اللي الأهمية ديالها بالنسبة لنا احنا كمغاربة هو مشكل ديال الماء وإشكالية الماء. اليوم كنعرفوا بأن المغرب كيعاني من مشكل ديال الجفاف والندرة ديال المياه، واللي بعض المناطق في المملكة للأسف اللي الساكنة ديالها كتعاني من هذا المشكل. التعجيل بإنشاء السدود اللي شار لهم جلالة الملك في الخطاب ديالو أكيد غادي يحل المشكل إن شاء الله على المدى المتوسط والقريب، واللي كنتمنى ورجى في الله وربي غيتنا. أتوعدوا الخطاب الملكي اليوم كان عنده واحد الوقع خاص، خصوصا أننا بعد الجائحة التقينا بالوجه السمح ديال جلالته، وكان الخطاب عن قرب. احنا كممثلي الامه كنا كننتظروا هذه المناسبه بفارغ من الصبر. فاهم الخطوط العريضه اللي جات وهو اشكاليه الماء وما تطرحه بالنسبه لنا يعني المواطنين في واقعه الجفاف المتكرر، ثم بعد ذلك الاستثمار لجلب اليد العامله، لان ما يمكنناش يكون عندنا فرص شغل وما يكونش عندنا استثمار، فبالتالي خص لابد الاستثمار يكون عنده اولويه. ثم بعد ذلك تكلم عن الإدارة وإصلاح والرقمنة وإصلاح الإدارة بالأولويات. وأهم ما جاء في الخطاب طبعا هي تقييم السياسات العمومية، دورنا احنا كبرلمانيين فيما يتعلق بالرقابة والتشريع، وأن يكون ذلك وقع على المواطن بما ينفعه. ونتمنوا بإذن الله إن شاء الله انطلاقة جديدة ومثمرة في هذه الولاية التشريعية. وشكرا. اولا هاد الفرصه ديال انه الموعد الدستوري ديال افتتاح البرلمان في الجمعه الثانيه من اكتوبر، اللي كانت فرصه اللي تمنيناها هذه مده نظرا للظروف اللي عاشتها بلادنا وكذلك لظروف المرض. اليوم جلاله الملك تيعطي خريطه الطريق لبلادنا وكذلك المؤسسه التشريعيه باش انها تقوم بالادوار ديالها الطلائعيه على مستوى المراقبه، على مستوى تقييم السياسات العموميه، وعلى مستوى التشريع، وخصوصا فيما يتعلق بموضوع الماء باعتباره انه بلادنا تتعيش اجهاد مائي حقيقي، وكذلك نظرا للتغيرات المناخيه والظرفيه اللي تعيشها العالم. كذلك يعني ركز جلاله الملك حفظه الله على موضوع الاستثمار باعتبار انه الرافعه ديال التنميه وديال خلق فرص الشغل اللي ممكن انه بالفعل انها تنتشل لبلادنا من وتنتشل الشباب ديالنا من الوضعيه ديال البطاله. ولذلك مجلس النواب بغرفتي يعني مجلس البرلمان بغرفتي مطالب باش انه ينكب باش يخرج كاع النصوص التشريعيه اللي عندها علاقه بالتشريع وبالحمايه الاجتماعيه وغيرها
القوانين على اساس انه باش نكونوا عند حسن ظن جلاله الملك وكذلك المواطنات والمواطنين المغاربه. شكرا. ديال السنه التشريعيه الثانيه من الولايه 11 ديال مجلس النواب، واللي صاحب الجلاله عطى الخطوط العريضه والتوجيهات ديالو للمجلسين النواب والمستشارين، وكيف شفتوا جميع انه عطى جوج ديال المحاور الرئيسيه اللي هي يجب الاشتغال عليها، واللي هي المحور ديال الجفاف باعتبار الموسم ديال الجفاف اللي حنايا كنعيشوه وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه يرفعوا علينا، والمحور الثاني واللي كيرتبط بالاستثمار والخطه ديال البلاد باش انها تمشي لقدام في ميثاق الاستثمار. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.